commerce a décidé d'ouvrir ses portes la première fois en Afrique, au Maroc, à Casablanca. Le pays est très prometteur. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui demandent justement à vouloir la marque parce que nous vendons déjà, nous avions déjà cette marque dans nos propres stores, les Urban Jungle. Mais le pays est très prometteur, ils veulent encore plus. Donc aujourd'hui, on a dédié tout un magasin avec des capsules spécifiques, des gammes qui viennent d'Europe, des États-Unis, vraiment pour que le consommateur soit satisfait. هذا الافتتاح كيجي نتيجه للتتويج ديال المجهودات اللي قمنا بها في تطوير العلامه في المغرب، لان العلامه كانت موجوده من قبل من خلال الموزعين ديالنا، والان نتيجه للارقام المبيعات اللي حققنا دفعونا اننا نفتحوا متجر قائم بذاته في الدار البيضاء في موروكو مول، اللي هو اول متجر في المغرب وفي افريقيا. توافق ما بين القيم ديال كونفيرس اللي كتمثل العلامه وما بين القيم ديال مدينه الدار البيضاء والقيم ديال المجتمع المغربي، لان من القيم فونداتريس ديال كونفيرس هو التشجيع على الفن وتشجيع على الكرياتيفيتي، وهو هي قيمه اللي كنحاولوا نشجعوها من خلال دي بارتناريا مع فنانين بحال الفنان اللي كان معنا اليوم سمير إيرامو. جينا نحتفلوا معاهم اليوم في افتتاح ديال المتجر ديالهم هنا في موروكو مول، اللي هو تقريبا اول واحد في افريقيا وفي المغرب، ودرنا هاد بيتي شو هنايا اللي فيها السلطه اللي كاع المغاربه كيعرفوها، عندها علاقه بالمغرب والناس المغرب، اللي ولات حتى داخله في التراث المغربي ديالنا. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنسوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.